انه كان مشارك في شركه لها يعني تعاملات مع الدوله الصهيونيه اسرائيل، وفي ناس قالوا انه بسبب انه كان مع البرادعي. يعني شابه تعيينه بعض الاعتراضات من اطراف كثيره، وده احنا بنشوفه في جميع الحالات. لكن الحقيقه دكتور حازم عبد العظيم دلوقتي ايضا كان يعني بيحتل منصب كبير في وزاره الاتصالات، وهيستسمعوا من الدكتور حازم انه قدم استقالته اليوم من وظيفته في البارزه في شركه الاتصالات. لماذا؟ سوف نعرف من الدكتور حازم عبد العظيم. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا دكتوره هالة، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. والله يا دكتور يعني انا متابعه، والله يكون في عونك واحكي لي قصه. هو بس احب اقول حاجه حضرتك بالنسبه سريعا كده بموضوع الاستبعاد. هو بعد فتره طبعا لما عرفت التفاصيل شويه كده بهدوء، هو ما كانش سبب استبعاد هي ليه علاقه خالص بالحمله الاعلاميه دي اطلاقا. أيوة. ويمكن الدكتور علي السلمي طلع بعد كده قال بمنتهى الوضوح في الموقع بتاع مجلس الوزراء ان كانت دي كلها تقارير اعلاميه وما كانش في اي حاجه ليها مصداقيه. فعشان بس ما نحملش الموضوع القديم غير ان هو كان مجرد حمله اعلاميه كانت جوفاء يعني. بالنسبه للموضوع بتاعي، الحقيقه انا طبعا كنت ماسك منصب رئيس مركز الابداع في الوزاره على درجه نائب وزير، طلع من مايو في 2011. ايوه. من حوالي فترة كده بعد ظهوري في أحد القنوات، قناة نايل لايف أعتقد، جالي جواب من الوزارة بيقول إن أنا مش مفروض أتحدث في وسائل الإعلام ولا الميديا إلا بالرجوع للوزير المختص. وجالي جواب آخر بصيغة قانونية أكتر شوية وأكثر يعني حدة شوية، إنه لازم إيه إن أنا أبطل كلام في الإعلام، بتحدث عن المصريين في الخارج وحقهم في التصويت، بتكلم عن السياسة العامة وكده. فهي قعدت مع دكتور الوزير محمد سالم وعلاقتي بيه طيبه جدا، وقلت له الكلام ده صحيح لما يكون في نطاق الوظيفه، يعني اي وظيفه في حكوميه الواحد بيشتغل فيها بيرجع للوزير المختص لما بيتكلم في وسائل الاعلام. لكن ده كلام عام في السياسه، ودي حريه شخصيه طبعا وحريه عامه، وبعد 25 يناير تحديدا لا يعني ما فيش كبت للحريات وكده. قال لي الحقيقه يعني ما معناه انه ده جاي تعليمات من مجلس الوزراء ولابد من الالتزام بها، وانا مش عايز اتحط في موقف محرج يعني. فانا قلت له خلاص يعني انا الموضوع بالنسبه لي بسيط مش هكبره، زي ما بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده. واذا كان هو الخيار بين ان انا اسكت وما اتكلمش او استقيل، لا يبقى استقيل. فقدمت الاستقاله بمنتهى الهدوء، وما فيش يعني مش عايز اكبر الموضوع اكتر من كده. الحقيقه دكتور انا عايزه اسال حضرتك، يعني انا برضو بتعجب من هذا القرار. حضرتك رئيس مركز الابداع. ايوه. يعني واضح من الوظيفه انها ما دام فيها كلمه ابداع يعني فيها وظيفه خلاقه، يعني حضرتك لازم تتكلم، يعني جزء منها جزء من وظيفتك انك تتكلم، يعني ده بالتاكيد لو انت رئيس مركز الابداع، لان ما ينفعش يبقى في ابداع مع تكميم افواه. فالى جانب ان احنا يعني الثوره قامت عشان الحريه، حق الانسان الطبيعي في حريه التعبير، هل في اي يعني اول شعارات الثوره، هل وظيفتك كان فيها اي مثلا خطوط حمراء امنيه ما تتكلمش فيها او حاجه؟ لا 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 اطلاقا. يعني هو كان امال ايه اللي مزعلهم؟ هو تحديدا كانت بعد المقابلة بتاعت نايل لايف، وكان فيها كلام عن حق تصويت المصريين في الخارج، واتكلمت عليها بمنتهى الصراحة، وكان في بعض الكلام على الأداء السياسي للمجلس العسكري زي ما كلنا بنتكلم. الكلام ده ما كانش يعني مقبول بصراحة، وقالوا يعني إذا كنت عايز تتكلم ده مش مقبول عندكم في الوزارة يعني. ما مش مقبول مش في الوزارة احنا بس، ويبدو في جميع الوزارات، يعني يبدو ان التعميم ده اتحط على كل الوزارات. ايوه. لكن ان شاء الله يعني احنا الثوره مكمله زي ما بيقولوا، يعني احنا ان شاء الله كلنا وراها لغايه لما تكمل، وما فيش مشكله. هي فتره انتقاليه فيها شويه لخبطه وفيها تخبط شديد، ويبدو ان الفكر القديم برضه لسه موجود في الجهاز الاداري بالدوله عموما على فكره. يعني انا افهم من كده ان 5 مليون موظف ما يتكلموش في السياسه بقى؟
حسب الكلام اللي موجود لازم يرجعوا للوزير المختص اللي هي السلطة المختصة. لا الحقيقة هو قرار غريب جدا، وخصوصا عقب ثورة 25 يناير، يعني أنا مش قادرة أفهمه الحقيقة. بالتأكيد غريب. يعني هو الحاجة اللي ممكن تتفهم سواء داخل الحكومة أو خارج الحكومة لما يكون في نطاق العمل، إن أي بيتفقوا مثلا على شغل معين وبيتفقوا الرسالة الإعلامية مع بعض تكون عاملة إزاي، لكن ما عدا نطاق العمل لا، ده مش من حق أي حد، ده بالعكس ده المفروض إنه يجرم. ايوه الحقيقه يا دكتور، انا برضو هقول لك انه يبدو ان انت مثير للجدل ومثير لتساؤلات كثيره والله من يا عند دكتورة أبدا. البعض لسبب واحد. ما هو انا بتكلم من واقع ان انا ممكن اكون شركتك في الجريمه، لان امثالنا احنا ما بنسكتش، ودي مشكله بتكتر امامنا. يعني ال السيوف كتيرة بتطلع، ويمكن أكتر من كلمة سيوف مقصات لقطع الألسنة، لكن أعتقد أننا بعد الثورة في مناخ أكثر حرية وأكثر انفتاح، وأنا بحترم الموقف. وامبارح كانت عندنا الدكتورة منى مكرم عبيد، وقلنا دكتورة منى شفت موقف. الحلقة. فالنهاردة أنا بقى للمرة التانية هقول الدكتور حازم عبد العظيم، دكتور حازم موقف، وبيسعدني. الدكتورة منى كانت لسه معايا على التليفون النهاردة بالمناسبة على فكرة، أيوه وكنا بنتكلم على موضوع تصويت المصريين في الخارج. هي دكتورة منى ليها برضه باع طويل جدا في حقوق الدكتورة منى تم تعيينها أظن المسؤولة مستشارة. ايوه مستشارة لدى رئيس الوزراء عن المصريين في الخارج، ودي بالظبط قضية مهمة جدا، وعدد أصوات المصريين في الخارج في الانتخابات هيكون مهم، ويكون يعني له تأثير كبير، ممكن يدير دفة أشياء كثيرة، بالتأكيد وخصوصا المصريين في الخارج عدد كبير منهم على مستوى كبير من الثقافة والعلم والمعرفة، ودرسوا في جامعات في الخارج، فأصوات لا يستهان بها. أتمنى يا دكتور إن احنا إن ودي شاء الله قضيتي في الفترة الجاية يا دكتورة إن شاء الله. دي قضيتك خلاص، احنا بقى على موعد على لقاء نتحدث عن المصريين في الخارج وأوضاعهم وأصواتهم الانتخابية وأهميتها في حياتنا وكيفية الحصول عليها بشكل آمن. كمان نتمنى أننا نلتقي بيك ودكتور حازم موقف عشان نبحث في هذه الشخصية القوية المشاغبة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء خلال الأيام القادمة بإذن الله. متشكر لحضرتك قوي دكتور، متشكر قوي. شكرا شكرا دكتور حازم عبد العظيم. والحقيقة أنا عايزة أقول أيا كان، أنا سعيدة جدا إن إحنا في مصر ابتدينا نشوف ناس بتاخد موقف، سواء اختلفنا معهم أم اتفقنا معهم، لكن لم يكن هذا الموقف في حياتنا قبل 25 يناير. قل عدد الشجعان أو الواثقين من مبادئهم ومعتقداتهم وانتمائهم.